حطني رقم واحد في القصير. مش عارف الحقيقة أبدأها لكم منين، من إدارة ولا مدرب ولا لعيبة ولا منين بالظبط؟ تعال نتكلم فيها واحدة واحدة. بداية من الإدارة، الإدارة اللي جت قبل ماتش الترجي بأربع خمس أيام وراح تمشي باتشيكو، باتشيكو اللي مقدم مباريات كويسة ومقدم مستويات كويسة ومقدم لاعبين كويسين وبيعمل أداء كويس في أرض الملعب، ولكن عنده سوء توفيق في التسجيل بسبب فقدان المهاجم الاساسي بتاعه اللي هو مصطفى محمد. فقدوا، جبت انت اثنين مهاجمين مروان حمدي وسيف الدين الجزيري بيحاولوا يتاقلموا على الزمالك، فادى ان الزمالك بقى عنده حكم هجومي مش عارف يسجل مع باتشيكو، على الرغم ان احنا بنعمل مباريات كويسه وبنوصل للمرمى كتير وبنصنع فرص كتير وكل الكلام ده. جيت مشيت باتشيكو اللي مادي مستويات كويسه مع الزمالك ورجعت كارترول من جديد قبل مباراه مهمه زي مباراه الترجي قبلها بخمس ايام. من الطبيعي ان احنا نشوف الشكل ده، من الطبيعي ان نشوف الشكل اللي احنا شفناه النهارده. مدرب جاي لسه جاي جديد كيف مش هيقدر يحط بصمه على اللعيبه دلوقتي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، شويه اللعيبه دول او زي ما انا كاتب في الثامنيل المرتزقه اللي موجودين دلوقتي في الزمالك اللي بيلعبوا الفلوس بس، اللعيبه اللي كل شويه تطلب من مستحقاتها، اللعيبه اللي كل شويه تتمرد على مدرب مش عاجبها فبتتمرد عليه عشان تمشيه، اللاعبين دول لا يليقوا بنادي الزمالك. لاعبين زي دي احنا كجمهور احنا اللي نجبناهم بدون بطوله، بدون بطوله. الموسم اللي فات انت هرجت موسم صفري، دوري خسران فرق 20 بونت، افريقيا خسران فاينل، والكاس خرجت من النصف النهائي، واديك دخلت الموسم ماشي ماشي كويس الدوري، ولو الاهلي كسب مؤجلاته كلها يبقى فرق عنك بدرجه بونت، ولا انت في افريقيا اللي انت المفروض داخل السنه دي علشان ترجع من جديد وتنافس من جديد وتبتدي اللي انت تستعيد المستويات من تاني عشان توصل فاينل تاني عشان تعوض السنه اللي فاتت، بتقرب من الخروج من البطوله في دور المجموعات بسبب شويه لاعبين بيلعبوا لفلوسه بس، شويه لاعبين بيتامروا علشان يمشي مدرب، شويه لاعبين التمرد عندهم زي صباح الخير، شويه لاعبين بيتمردوا ويتامروا على مدرب، شويه لاعبين بيطلبوا فلوس على طول بس، بس اداء في الملعب ورجوله في الملعب مفيش. مش عايز النهارده حد يقول لي السبب كارتيرون بس، لا 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 لا، السبب كارتيرون، لا كارترون مش السبب المباشر، او كارترون مش هو السبب الوحيد النهارده في خساره الزمالك، لا هقول لك انا كارترون غلط في كذا ايه. كارترون بدا النهارده بال 4 2 3 1 اللي بيبدا بيها على طول، بيبدا مع اي فريق 4 2 3 بيلعب اي فريق 4 2 3 1، ولكن لماذا خرجت مروان حمدي بره السكور تماما؟ لماذا؟ دي اول حاجه، دي اول علامه استفهام. علامه استفهام الثانيه، ليه ابتدى باسامه فيصل في مباراه زي دي في ظل اللي انت عارف ان اسامه فيصل ما عندوش الخبرات الكافيه اللي يقابل الترجي بيها؟ شفناه النهارده طول الشوط الاول اسامه فيصل مرمي في حضن المساكين بتوع الترجي، مفيش اي حاجه، ولا بيضغط على حامل الكوره ولا بيقرف المدافعين ولا اي حاجه، مرمي في حضن مدافعينه بس. حاجة الثانيه، اسامه فيصل لماذا؟ الحاجه الثالثه، الاداء بقى بتاع اللعيبه، سيبك من كارترون، ركني بس كارترون على جنب دلوقتي هجيله تاني، بس اداء اللعيبه، اداء اللعيبه اللي انت المفروض المباراه دي داخل حياه او موت، فين الروح، فين الجرينتا، فين الجري، فين الضغط، فين الخنقه، فين الهجمات، فين تضييع الفرص، فين 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 كل ده، فين كل ده؟ لاعبين النهارده ولكنها اول المجموعه بنلعب باريحيه كبيره جدا، الشوط الاول عادي نخرج الشوط الاول 0-0 مش مهم، فين الشوط الاول؟ انا كنت متوقع ان الزمالك ينزل المباراه ضاغط جدا من الترجي، خانق الترجي، مش مخليهم يطلعوا بالكوره، خانق في نص ملعبهم، هجمات، تضييع لحد ما سجل جول، ولكن المفاجاه ان الزمالك ولا اي حاجه، ولا ضغط، ولا خانقه، ولا تسجيل اهداف. الشوط الاول بتخرج 0-0. مفيش اي جرينتا في الملعب، مفيش اي روح في الملعب. مفيش اي حاجه في الملعب بتقدم، ولا من مدرب ولا من اللاعبين، مدرب اللي جاي 4-2-3-1 فقط لا غير. فقط لا غير. الشوط الاول كنت انت ماسك كوره لكن ما هدفتش كالعاده في اخر مباراه الزمالك. خدنا الشوط الثاني بتغييره، امام عاشور بينزل بدل اسامه فيصل، قلت تغييره كويسه، قلت تغييره كويسه، ولكن عندي سؤال صغير قد كده، سؤال صغير قد كده موجه لكارترون. انت لما نزلت امام عاشور لارض الملعب لعبت فين؟ لعبت امام عاشور ايه؟ فقط انت عملت تغييره فقدت بيها ثلاث مراكز، ثلاث مراكز. المركز الاول ان انت نقلت زيزو من الناحيه اليمين، نقلته الناحيه الشمال اهو، فقدت زيزو. المركز الثاني ان انت جبت شلت بن شرقي من الناحيه الشمال دخلته في عمق الملعب كمهاجم،
ودي الحاجه الثانيه، اوفقت المركز الثاني، اوفقت اللاعب الثاني بن شرقي. الحاجه الثالثه اللي انا كنت متوقعه ان ينزل امام عاشور في ارضيه الملعب يبقى ديفندر ثالث، او يلعب زي مباراه سيراميكا الاخيره الباتشيكو اللي بتلعب 4 3 3 امام عاشور وفي الجنة الاساسي الاثنين بيكونوا 8 عشان تفك الضغط بتاع نص ملعب الترجي اللي كان خانقك جدا في المباراه، اللي كان محجمك جدا في المباراه، اللي كان مكتفك جدا في المباراه. محمد بن رمضان النهارده كان مكتف في الجنة الاساسي مش مديله اي حريه، كنت محتاج ديفندر ثاني جنب في الجنة الاساسي يسرق الانظار، يروح بين الخطوط، يشوط من بره منطقه الجزاء. انت كنت محتاج امام عاشور في الحته دي، وتلاعب اوباما كمهاجم يضغط على مدافعين بتوع الترجي وتحركاته تخلق مساحات في عمق او في عمق فريق الترجي. ولكن انت عملت شيء مغاير تماما، بتلعب برضه ال 4 2 3 1 كارتيرون معروف. هلعب 4 2 3 1 تحت اي ظرف، تحت اي لقاء، هلعب اي فريق، اي حد، اي اسلوب. مباراه متقزمه، مباراه فيها اريحيه، مباراه كسبانه، مباراه خسرانه، مباراه متعادله، انا هلعب 4 2 3 1 وبتنزل امام عاشور بتلعب وينج يمين وتدخل بن شرقي كمهاجم وبما زي مواني من 10 وبتلعب بزيزو. كنت انا ممكن تحاول تشكيله 4 4 2 كان مفيش اي جدول بلا هدف، تغيير بلا هدف حرفيا بلا هدف. بعد كده بتنزل شيكابالا وطلع احمد عيد وبترجع امام عاشور باك يمين اللي ما لعبهاش قبل كده مع الزمالك بالخصوص. عندك زيزو ليه ما لعبتوش؟ الله اعلم. ليه ما جبتوش باك يمين؟ الله اعلم. الزمالك انا مش هقول لك اللي احنا على الورق ورقيا وارقام وكل الكلام ده، الزمالك لسه عنده امل، عنده امل حتى لو ضعيف جدا 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 جدا، بس انت لسه عندك امل على الورق. املك الوحيد اللي تكسب مولوديه الجزاء في الترجي وتونجيز في مصر ومولوديه الجزاء يخسر من الترجي في تونس. ده اللي انت محتاجه، محتاج معجزه. انت محتاج معجزه. هل اللعيبه بالاداء دون بالشكل دون بالرعونه دي بعدم الحماس بعدم الرجوله بعدم كل حاجه بالمدرب كارتيرون اللي لسه بيتحسس الفريق؟ اي نعم لسه راجع، هو كان مدرب فريق من 5 شهور لكن لسه ما سيطرش على اوضه اللبس، لسه ما حطش لمساته، لسه ما حطش كل دون. هل هيقدر يكسب في الجزائر؟ اشك. انا بقول لكم اشك، انا بقولها لكم من هنا، من هنا يوم 16 مارس رسميا الزمالك خارج دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات. بلاش جمهور الزمالك، بواجه كلام جمهور الزمالك، محدش يحط امل للصعود لدوري الابطال، للصعود لدور الثمانيه، محدش يحط امل، محدش يدي امل لنفسه ان احنا نصعد من المجموعه، محدش يدي امل لنفسه ان احنا نكسب المولوديه الجزائر في الجزائر، محدش يدي نفسه امل حتى لو كسبنا مولوديه تونس، محدش يدي نفسه امل ان الترجي يكسب مولوديه الجزائر في تونس. ممكن فريقين يتطابقوا مع بعض وتخرج المباراه في النهايه 0-0 او تخرج تعادل وفريقين يصعدوا. ما تحطش امل على اللعيبه دي، ما تحطش امل على الجمهور على الفريق ده، مفيش اي امل. اللعيبه دي مفيش دعم ليهم من تاني. المباراه اللي فاتت او مباراه افريقيا اللي فاتت انا قلت انا هدعمكم بسبب مباراه الترجي، مباراه الترجي اخر فرصه ليكم في الدعم بالنسبه لي. اللعيبه دي مش هدعم حد فيهم تماما غير لما اجيب لي بطوله. ماتش مولوديه الجزائر هشجع فريق، هشجع الزمالك لان ده فريقي، شجع الزمالك وافرح بالجول اللي هجيبه، ولو كسبنا كده ابقى فرحان. ولكن مش هنجم ولا هدعم اي لاعب من اللعيبه دي، ولا اي لاعب. هطلع اقول مبروك الزمالك، هطلع اقول مبروك لجمهور الزمالك، ولكن مش هقول حاجه للعيبه، لان اللعيبه دي ما تستاهلش مننا اي حاجه. اللعيبه دي ما تستاهلش مننا اي حاجه. اللعيبه اللي احنا دعمناهم وسقفنا لهم بعد نهائي افريقيا، بعد نهائي افريقيا ما تستاهلش مننا حاجه. اللعيبه اللي وقفنا في ظهرهم في المحن قد الاكتر من الفرح بكتير ما يستحقوش مننا اي حاجه. اللعيبه دي في اول البطوله لما تعادلنا ضد مولوديه الجزائر وتعادلنا ضد تونجس قلنا لهم انت لسه عندك امل، انتوا رجاله، انتوا اللي هتصعدونا، انتوا كان عندنا امل في اللعيبه دي. ولكن بعد مباراه النهارده الامل انتهى والدعم انتهى. شو هذا لك لجمهور الزمالك، لان احنا فعلا ما استحقناش الفوز، ما اديناش حاجه النهارده. لو عارف، لو انا ومشجع بفرج على المباراه ولقيت نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك بتضغط على لعيبه الترجي وضغطها في نص الملعب وبتضغط بكل الخطوط وبتحاول تجيب جون وجابت من هنا ورفعت من هنا وشوت من هنا وتك تك تك تك، اقول لك هارد لك لجمهور الزمالك وهارد لك لعيبه الزمالك، قدر اللي عليهم ولكن تسوء توفيق، قدر اللي احنا نخرج من المباراه مش كسبانين المباراه، ولكن انت ما عملتش اي حاجه في المباراه. الجون بتاع الزمالك النهارده غلطه واضحه وصريحه من زيزو، لاعب واقف مستني الكوره يا دوب حمدي النجاز خد الكوره وجري. طب امر
زيزو حتى ما رجعش تاني يكمل مع الكوره عشان يلحق يصلح غلطه. لاعبين من الزمالك دماغهم مش مع اللوج اللي بيلعبوا بيه، دماغهم في حته ثانيه. زيزو بن شرقي اللعيبه دي دماغها فين؟ اللعيبه دي بن شرقي من يوم ماتش الرجاء في كازابلانكا ما رجعش تاني. زيزو من يوم 27 نوفمبر في نهائي افريقيا مش موجود، ما بيقدمش اي حاجه. طب انا المباراه اللي جايه اللعيبه دي ما لو هنلعب مباراه في الدوري بين مباراه مولدية الجزائر وبين مباراه افريقيا، يعني نلعب ماتش في الدوري، اتمنى ان انا ما اشوفش اللعيبه دي في ارضيه الملعب. اتمنى زيزو ويتشاري يريح شويه تدي فرص للاعيبه اخرى. اداره جت فرغت لك الدكه، كانت مشاكلك، مشيت لك ونجم، مشيت لك مصطفى فتحي، مشيت لك عمر السعيد، مشيت لك كاسونجو، مشيت لك كريم بامبو، فرغت لك الدكه، خليتك تعتمد على الناشئين اجباريا. مشيت لك مهاجم الرئيسي بتاعك ومهاجم مصر الاول مصطفى محمد، مشيته ما عوضتوش حتى بمهاجم تقيل. الفلوس اللي خدتها من صفقه مصطفى محمد راح فكتها بلاعبين مروان حمدي وسيف الجديد السيتي في الجزيره اللي كنا نادي الزمالك، ولحد دلوقتي ما شفناهمش. مروان حمدي لسه ما خدش فرصته، ما اقدرش احكم عليه، ولكن عنده خامه كويسه ممكن لو نزل يقدم. انا حزين جدا 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 على الزمالك، وصلوا من السنه اللي فاتت من فاينل دوري ابطال افريقيا وعلى بعد خطوه من الفوز باللقب، ليه ان انت خلاص على اعتاب الخروج المبكر من دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات. الزمالك بيعيد السيناريوهات تاني، في 2016 خسرنا من سان داونز نهائي افريقيا، دخلنا 2017 خرجنا من دور المجموعات، ويا عالم السنين الجايه اللي هيحصل فيها ولا الايام اللي جايه اللي هيحصل فيها. عندنا امل نصعد، ولكن الامل ده انا بالنسبه لي اتقتل. واقول لكم رسميا الزمالك خارج دوري ابطال افريقيا، محدش يدي امل، محدش يحط امل في اللعيبه دي اللي هي تصعد من المجموعات، علشان الزمالك مش هيصعد من المجموعات. ده كان رايي انا في مباراه الزمالك والترجي، وفي اللعيبه وفي الاداره وفي المدرب وكل حاجه. انا مش هقدر الوم كاترون دلوقتي، ولكن الوم اللاعبين بكل من اول جنش لحد اصغر لاعب في الفريق اللي هو ما لعبوش بروح، مفيش جرينتا، مفيش حماس، مفيش روح، مفيش رجوله، مفيش اي حاجه. لعيبه بتلعب لاجل الفلوس وبس. عايز تعمل لايك اعمل، ما بتش فرقه. عايز تعمل سبسكرايب اعمل برضه، ما بتش فرقه. سلام.